فضيلة الشيخ، من الأسئلة التي وردتنا الأخ أبو علي يقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح الفوزان أيضا ونحن نتحدث عن هذا الموسم العظيم، موسم الحج، أن يقدم نصيحة للقائمين على حملات الحج وعدم إخلالهم بالشروط مع الحجاج. نعم، أصحاب الحملات عليهم واجب عظيم في أن يرفقوا بالحجاج وأن لا يرهقوهم بكثرة النفقة، بل يتوسطون في ذلك. وخير الأمور أوسطها، وأن يمكنوهم من أداء المناسك على الوجه المطلوب، يمكنونهم من المبيت في منى من المبيت في منى في اليوم الثامن، ومن الوقوف بعرفة في اليوم التاسع، ومن المبيت في مزدلفة ليلة مزدلفة، ومن المبيت في منى أيام التشريق. ويمكنوهم من كل نسك من مناسك الحج، ولا يشق عليهم أو يبعدوهم عن منى وينزلوهم في مكة أو في العزيزية وهم يقدرون على إسكانهم في منى أو بطرف منى أو مجاورين لمنى في مزدلفة أو حوالي منى، يحرصون على ذلك. أنا سمعت أن منهم من يجعل سعرين، سعر لمن ينزل في منى وسعر لمن ينزل في العزيزية، ويخيرونهم أو في مزدلفة، وهذا خلل عظيم، ولا يجوز الاتجار بالحج بهذه الصفة، بل عليهم أن يحرصوا، وهذا في ذمتهم، أن يمكنوهم من النزول في منى مهما أمكن ذلك، أن يأخذوا ويحجزوا أماكن بقدرهم ويسكنوهم فيها، هذا هو الواجب عليهم. نعم، أحسن الله إليكم.